الجوائز في هالسباق هي أدوات رهيبة لأي دراج حقيقي، جايبها لكم من اليابان. أوه، لازم أفوز بالكبيرة، لازم أفوز بالمركز الأول. وش تتوقع تكون الجائزة؟ وبكذا راح أفوز عليهم. أنت قدها. أنتو قدها. واهم من ظنيت إنك بتفوز علي يا برق. واهم أنت يا واهي. أعطيني، أنا أحتاج أكثر منك. جايبت لك ساندويتش بينات باتر كرانشي. يا سلام عليكي، أبيك تفوز. كبير يا برق. السباق ما خلص بعد، المرحلة الجاية أهم مرحلة. ها؟ هذه الجولة من السباق بخمسين نقطة. أسرع واحد يخلص ثلاث لفات حول المضمار هو الفائز. الفائز بالمركز الأول هو واهي. كنت بركب محرك في دراجتك، كيف عرفت؟ ولا دليل لتثبت بيه كلامك. الجائزة الثانية هي أدوات حديثة ومتطورة للدراجين. خوذة تشتغل بالجي بي اس، فيها كاميرا لتوثيق الرحلات، وكشاف يعمل بالطاقة الشمسية. يس يس، الحمد لله. والجائزة الأولى هي دراجة بمحرك. وش الهدية؟ لنفس دراجتي. هذه جائزة الغشاشين، استخدمها عشان تفوز بالسباق الجاي. ما راح أغش بنفس الطريقة يا ذكي. تغش يا واهي؟ أفا، هذا أكثر خلق أكره. أنا ما كان قصدنا، أعترف حنا غشينا بس بقى الأخير. بس بما أنك غشيت فتنحرم من الجائزة. لا، قولوا تشيز.
تشيز ولا بنت بتر؟ جودي بينت بتر طاقة أكبر مرح أكثر.